بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله جميع أبنائي وبناتي المقبلين على اختبار القدرات، الاختبار المحوسب. نكمل معا حل أهم أسئلة الجزء الكمي من التجميعات الجديدة المحدثة. مع هذا السؤال المهم جدا وفكرته متكررة من اختبار لآخر، بل في الشكل المجاور، مستطيل محيطه 30 سنتيمتر ونصف دائرة نصف قطرها 4 سنتيمتر. نصف الدائرة اللي هي جهة اليمين اللي هي البيضاء هذه، طالب مني محيط الجزء المظلل. طبعا هذا طلب جديد، لان كثير من الاوقات كان يقول مساحة الجزء المظلل. هنا طالب مني المحيط للجزء المظلل، برضو كلام سهل. انتوا عارفين ان كلمة المحيط معناها مجموع الاضلاع، يبقى انا لو جمعت اضلاع للجزء المظلل كده جبت المحيط. تعال نقول كده المطلوب هو عبارة عن ايه، يعني اجيب الضلع هذا اللي فوق والضلع هذا اللي وجهت اليسار والضلع هذا اللي تحت، وكمان هذا الكيرف هذا المنحنى اللي هو يعتبر نصف محيط دائرة، هذا دائرة كاملة وده ايه نصفها. يبقى اول شيء ممكن اجيب الان هذا المنحنى اللي انا مظلله بالازرق، اذا هو اعطاني نصف قطر الدائرة 4، قانون محيط الدائرة اللي هو 2πr او 2 ضرب طاء ضرب نصف القطر. نص القطر هنا 4 اضربها في 2 يعني هنا 8 طاء. 8 طاء محيط الدائرة، بس هذه مش دائرة كاملة، هذه نصف، يبقى اقسمها على 2 يعطينا 4 طاء. يبقى 4 طاء اللي هو محيط الخط او طول الخط الازرق اللي هو محيط نصف الدائرة. نخلي بالنا اذا كان نصف قطر الدائرة 4 يبقى هذا كمان 4، يبقى اذا المستطيل الان عرفنا الطول هيطلع ب8. خلي بالك هو بيقول محيط المستطيل يساوي 30. طب قولوا معايا 8 و8 هيعطينا 16، اطرح من ال 30 16 هيدينا الجواب 14، اوزعها بالعدل يعني فوق 7 وتحت 7. اذا المحيط هو عبارة عن مجموع الاضلاع، اجمع الان 7 و7 14 14 و8 يعطينا 22، يبقى اذا الخطوط الخارجية هذه هتساوي 22. يبقى انا عندي الان نصف محيط الدائرة اللي هو 4 طاء، والخطوط الخط اللي فوق واللي في الاسفل وفي اليسار مجموعهم 22، كده الجواب الصحيح هيكون ب 4 طاء زائد 22. طب ايه رايكم نحلها؟ لو قال طالب هنا في السؤال اوجد مساحه الجزء المظلل، في مساحه الجزء المظلل احنا عندنا قانون مشهور مهم بيقول ايش؟ بيقول الكل ناقص الابيض. لو قلت الكل ناقص الابيض جبنا الآن مساحة الجزء المظلل. الكل اللي هو مستطيل، والمستطيل طوله كان 8 وعرضه كان 7، أضرب 7 في 8 يدينا 56، هذا مساحة المستطيل. وأوخر منه مساحة نصف الدائرة، مساحة الدائرة طاء في نص القطر تربيع، نص القطر 4 يبقى هنا 16 طاء، دي الدائرة كاملة، بس دي نصف دائرة أقسم على الاتنين هيعطينا 8 طاء. يعني لو طلب مني مساحة الجزء المظلل أقول هو 56 اللي هو مساحة المستطيل ناقص مساحة نصف الدائرة اللي هي 8 طاء، وده طبعا سؤال آخر رضيف للسؤال السابق. نقف الفيديو ثواني لحل هذا السؤال المهم. بل في الشكل المجاور دائرة قطرها ينطبق على أحد أضلاع المربع، ما نسبة مساحة الجزء المظلل إلى مساحة المربع؟ طالب هنا نسبة بين مساحة الجزء المظلل، مساحة الجزء المظلل هو يعتبر نصف دائرة اللي هو ده، ومساحة المربع اللي هو جهة اليمين. ايه رأيكم هنا نستخدم استراتيجية الاستبدال والتعويض، ان انا افرض رقم، اضع مثلا نصف قطر الدائرة هنا مثلا 2، الاثنين هنا نصف قطر الدائرة، يبقى المربع ده طول ضلعه كام؟ طول ضلعه 4. الان اجيب مساحة الجزء المظلل اللي هو مساحة نصف دائرة نصف قطرها 2، يبقى اعمل عملية تربيع، عارفين طبعا القانون مساحة الدائرة طاء في نص القطر تربيع، نص القطر 2، 2 تربيع يعني 4 طاء، بس دي مش دائرة كاملة، نصف دائرة، يبقى انا اقسم على كام؟ اقسم على الاثنين، يبقى الجزء المظلل مساحته 2 طاء. تعال نجيب مساحة المربع، اضرب 4 في 4 يدينا 16. اعمل الان نسبة 2 طاء اللي هو مساحة الجزء المظلل و16 مساحة المربع، اعمل عملية تبسيط على الاثنين فيها الواحد يبقى يدينا هنا طاء، وعلى الاثنين فيها 8 يعطينا طاء على 8 او 8 او طاء الى 8، وبكده اختار د. مع هذا السؤال السهل بيقول من الشكل المجاور ما نسبة مساحة الجزء المظلل الى الشكل كاملا. خلي بالكم هنا طالب مني مساحة المظلل الى الشكل كاملا،
تعال نشوف مع بعض كده، هو مقسم الآن الشكل إلى مربعات، وكل مربع مقسمه إلى أربع مثلثات، يعني هنا المربع ده يعتبر أربع مثلثات، وهنا مثلث يعني خمس مثلثات، وكل ربع هنا أربعة، دول أربعة ودول أربعة، ثمانية، 12، 16، يبقى يكون خمسة مظللات و16 عدد المثلثات كاملة، 5 على 16 الجواب الصحيح، واختار باء. نأتي الآن للسؤال 351، يقول من الشكل المجاور ما مساحة الشكل؟ طبعا مساحة الشكل عندي هو عبارة عن الشكل ده يعتبر مستطيل، وهنا نصف دائرة ونصف دائرة، لو جمعتهم مع بعض وركبتهم مع بعض يعتبر دائرة كاملة. تعال نجيب مساحة المستطيل، أضرب الطول في العرض، أضرب الستة في الاثنين هيعطينا 12، كده 12 مساحة المستطيل، أزود عليها مساحة الدائرة، إذا كانت الدائرة القطر هنا 2 يبقى نصف القطر الريديوس اللي هو الآر أو الناق هيطلع بواحد، يبقى مساحة الدائرة هتطلع 1 طاء، يبقى إذن مساحة المستطيل 12 ومساحة الدائرة النصفين هذول 1 طاء، 12 زائد طاء، الجواب الصحيح واختار ألف. مع سؤال مهم على الأسس، بيقول ما قيمة ربع العدد 2 أس س؟ طبعا لما يقول له ربع معناه أخذ العدد ده وأقسمه على كام؟ أقسمه على 4، عارفين طبعا إن القسمة على 4 أخلي الأربعة ديت برضو أسس، أخليها 2 أس 2، وإحنا عارفين إن في حالة القسمة للأساسات المتحدة أطرح الأسس، يعني أكتب الاثنين اللي هي الأساس وأقول هنا س ناقص 2، يعني جوابي يكون 2 أس س ناقص 2، وبكده أختار الجواب ج. مع سؤال مقارنة، سؤال سهل، بيقول إذا كانت س تربيع بتساوي 4 حيث س أقل من الصفر، قارن بين قيمة السين والاثنين. طبعا أحب أأكد بس على هذه المعادلة المهمة، إذا كانت سين تربيع تساوي 4 فقيمة السين هتساوي موجب أو سالب 2، لكن هو هنا مديني شرط إن السين أقل من صفر يعني سين سالبة، خلاص سين هنا بتكون عدد سالب وده عدد موجب، واضح إن القيمة الثانية هتكون أكبر واختار باء. نوقف الفيديو ثواني لحل هذا السؤال السهل. بل إذا أراد يوسف شراء كتاب ثمنه 70 ريالا وكان معه 34 ريالا ويدخر أسبوعيا 6 ريالات، بعد كم أسبوع يستطيع شراء الكتاب؟ أول شيء نعرف أن ثمن الكتاب 70 ريال، يوسف مع 34، يبقى أقول 70 أوخر منها الـ 34 يطلع الجواب 36 ريال، يبقى هو متبقى عليه 36، كل أسبوع يدخر 6 ريالات، يبقى نقسم 36 قسمة 6، طبعا هيساوي الجواب 6، يعني بعد 6 أسابيع يستطيع شراء هذا الكتاب، وبكده أختار الجواب ج. سؤال مقارنة آخر، بيقول قارن بين القيمة الأولى س تربيع زائد س أس 4 وهنا س أس 5 وهنا س أس 6. طبعا في خطأ شائع، الطلاب مجرد ان يشوفوا الأس الكبير يقولوا هذا أكبر، بس ما أدري هذه عن قيمة س، هل س هذه موجبة ولا س هذه سالبة ولا س صفرية، فهنا المعطيات غير كافية لإيجاد المتغير س، بكده أختار د. نوقف الفيديو ثواني لحل هذا السؤال المهم والقوي، بيقول أوجد ناتج المقدار 2 جذر 13 زائد ربع ناقص 2 جذر 13 زائد 5. طبعا كده لما نشوف المسألة، هنا 2 جذر 13 ناقص 2 جذر 13 هذول يطلعوا صفر، يبقى تبسيط المسألة المقدار الأول ما بقى فيه إلا ربع، وهنا المقدار الثاني ما بقى فيه إلا 5، عند جمع وطرح الكسور لابد من توحيد المقامات، أضرب هذه في 5 فوق وتحت وأضرب هذه في 4 فوق وتحت هيطلع المقام الموحد 20، وهنا 5 ناقص 4 يطلع الجواب 1، يعني الجواب يطلع 1 على 20 وأختار ج. وصلنا للسؤال 357، بيقول في أحد الفصول حضر كل الطلاب ما عدا 11 طالبا وغاب كل الطلاب ما عدا 23 طالبا، فما عدد طلاب الفصل؟ هو بيقول حضر كل الطلاب ما عدا 11، يبقى 11 هذول اللي هم ايه؟ اللي هم الغائبون، يبقى في 11 واحد غائب. بيقول هنا وغاب كل الطلاب ما عدا 23، يعني ال 23 دول الحاضرون، يبقى لو قلت هنا حاء الحاضرون 23، والفصل عبارة عن حاضرون وغائبون، أجمعهم مع بعض هيطلع الجواب 34، وبكده أختار باء.
مع سؤال سهل على حل المعادلات، بيقول إذا كان 2 زائد عين على 2 يساوي 14، طالب مني قيمة عين. طبعا معادلة بسيطة، أودي الاثنين الجهة الثانية تروح بإشارة مخالفة، يعني عين على 2 هتساوي 12. طبعا ال 12 هذه مقامها إيش؟ مقامها 1. وأقول هنا حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، يعني عين في 1 هيدينا عين، وأضرب الاثنين في 12 هيدينا 24، وبكده أختار ج. سؤال سهل على النمط، بيقول أوجد الحد التالي في النمط 1 7 17 127 و1237. كيف بتصير الأعداد في هذا النمط؟ لو تلاحظوا الآن هو بيثبت السبعة في الأول، يعني رقم الأحاد 7، يعني هنا 7، ثم بيزيد الرقم جنب السبعة جهة اليسار، يعني هنا 7 0 وهنا 7 1 7 2 7 3، يبقى هنا 7 4. الرقم اللي بعدهم برضو كمان بيزيد 1، لو في منزل المئات كانت هنا 7 2 1 صارت 7 3 2، يعني أزود 1 على الاثنين اللي هي دي هتصير 3، يعني الجواب يكون 7 4 3. ولو حبيت تتأكد زيادة، الواحد اللي هو بعدهم هذا في منزل آلاف يزيد 1 هيصير ايه 2000، ثم هنا يكون 1، يعني جوابي هيكون 7 4 3 2 1، وبكده أختار ألف.